الفنان نجيب ريحاني اتعود انه يخلق بعض اللزمات في معظم ادواره يعني انا كده حظي كده نصيبي كده استهانم اه في لزمات كتير قوي بس منها يمكن دول اشهر حاجه هل فعلا اللزمة مهمه جدا للممثل الكوميدي ولا العكس هي اللزمات دي دي سعى قلبك واحد يقول مزمز واحد يقول مش عارف ايه دي سعى قلبك الممثل الكوميدي في رايي انا ماليش لازمه م. معينة اتعرف بيها في الاول قلت يا اخويا دي وتعرفت بيها مش عارف انما انا أه بخلق إفهات مش لازمات اللازمه دي اللي تلازمك حتى جايه من كلمه لازمه م. تلازم الممثل طول ما هو زي واحد بيقول يا حلاوه قالها يا حلاوه من 30 سنه بيقول يا حلاوه النهارده دي لازمه معينه دي عمليه تانية خالص تختلف عن الكوميديان يعني سيبك من العرب كلهم أو المصريين وخدي جاك ليمون مثلا، جاك ليمون بتشوفيه طالع بتعرفي إن ده جاك ليمون بخف دمه بحركته لكن ملوش لازمة معينة، مم إنما هو تحس إن جاك ليمون هو الدور ده وهو لازم يتحط هنا ولازم يكون في الدور ده، لكن اللازمة أنا لا أعترف بيها جايز تتعمل مرة أو اتنين بعد كده إذا تكررت يبقى الجمهور عارفها هو اللي عليه فيبقى وحش. مش منهم الأزمات. مش ضرورية ومش أساسية. ويعني زي ما بتيجي بسهوله بتروح بسهوله. تخلص وتنتهي انما الشيء اللي يظل موجود هو الاداء الصح الواعي للشخصيه اللي هو بيعملها. لان ما يبقى له لازمه معينه ما انا قاعده كده لوحدي واقول ايه انا حظي كده الله ده الريحاني اللي بيقول كده فاللازمه دي مهمه جدا للانسان اللي بيترك علامه علامه في الناس. علامه فيا انا شخصيا اقول انا باختي كده يقدر الريحاني قالها على طول ففي لزم طبيعيه جدا بيقولها اي انسان في الدنيا فالفنان اللبق الذكي اللي يعمل لنفسه شخصيه وفيها لزمة معينه كل ما حد يقولها في الطبيعه يفتكره تبقى قصيره في كلمه واحده هتبقى ميلوتون في الاداء أنا كده أصلي كده طبعي كده لو قالها 40 مرة في الفيلم هيقولها أنا كده بنفس الطريقة الميليتون ده وبعدين بيفرغ الأماكن اللي حط فيها اللازمة دي يعني أحسن واحد عملها بعد الأستاذ نجيب الريحاني كان الأستاذ مدبولي في رواية نمرة اتنين يكسب أنه أول ما يزني في الموقف يقول والله يعني أصلي يعني هي هي والله يعني أصلي يعني وبيكررها في اماكنها فكوني بقى ان انا ارميها على, على مدار المسلسل سي زي كلمه هتسلك دي نقول بقى نطبق لازم تحتسلك نطبق عليها القواعد دي على محورين هو سباك فلغه حواره يقول هتسلك والمحور الثاني انها كلمه واحده تدعو الى التفاؤل يعني لو انت متضايق واقول لك هتسلك تبقى جميله قوي جه الاستاذ المخرج عبد الله الشيخ اضاف لي اضافه عمل محور تاني حركي فبقت حتس لك اتعودنا على شكل الفنان نجيب الريحاني في معظم اعماله آه هو يعني جسد لنفسه شكل معين في ملابسه يعني البدله المتواضعه الطربوش الكرافتة، ياتي القميص هل ده كان لانه تاثر بشخصيه شارلي شابلن ام لانه كان عاوز يخلق لنفسه شكل معين خاص جدا بيه الظروف اللي عاش فيها نجيب الريحاني كفنان مبدع هو كان بيلعب دور الراجل المطحون الفقير البسيط المصري الخالص يعني النقي اللي يسعى الى الحريه والى حياه افضل ومن هنا آه كانت آه اللبس يحتم عليه انه يكون فقير يعني لبس فقير هو نوع في البدله يعني ما كانش البدله على طول لابسها يعني وكان ساعات لما يحصل ميس اندرستاند او سوء تفاهم في الفيلم بيبقى بيبقى لابس بيبيون بيبقى لابس ريدينجوت وما ما هو مت... لكن شارل شابلن وهو بي كان بيلبس برضو او هو لورد كان بيلبس البرنيطه والعصايه والجزمه زي ما هي مش مهم شخصيه الليتل فيلو دي دي لها تاريخ قديم في المسرح م. يعني لابيش وموليير والناس اللي فيدو الناس اللي وراسين كل اللي كتب المسرح كان دايما في الشخصيات الليتل فيلو وفي الكاركتر وفي الطيب م. يعني مثلا عشان نفسر التايب ده بالنسبه للساده المشاهدين التايبس دول اللي هم ربنا اداهم تكوين خلقي مم. يعني مثلا زي حسن فايك الطويل الاصلع الاقرع ده اللي بصوته رفيع ده تايب لكن الريحاني كان كاركتر يعني يستطيع ان يمثل مختلف ادوار كثيره لان تكوينه الجسماني يساعد عليه يعني ما نقدرش نجيب مثلا آه شرف انطح مثلا مم. اللي هو الطيب ده واعمل ادوار الريحاني مش مش هنقدر يعني لكن الرحاني بتكوينه ما بقى فيه هنا آه آه الشخصيه بتبقى لها ابعاد بعد جسماني وبعد نفسي و... وبعد اجتماعي فكل المواصفات دي بتيجي هي اللي بتحدد آه امكانيه الممثل طريقه اللبس اللي بيحددها الدور والشخصيه مم. انا لما اعمل دور كذا البس كذا لما العب دور كذا البس كذا كل دور وله طريقة اللبس اللي بيبس أغلب روايات الريحاني كانت ممصرة أنا ما بقولش تأليف هو كان بيجيب القصص الفرنسية ويبتدي يقراها ويلخصها ويديها للأستاذ العظيم بديع خيدي صديق عمره اللي هو حافظ على تراث الريحاني طول ما عايش فأفتكر إن كانت الشخصيات دي عشان تتمصر وتخلينا كلنا نحس إن دي مصرية وحقيقي كان لازم يبقى الراجل الغلبان التعبان المطحون في حياته وبعدين الزمن بيطحنه قوي قوي ودي كانت شخصيات موجوده في حياتنا المصريه وبعدين بيحورها في الروايات مره تطلع انه يكون في مصلحه يجوزوه بنته مثلا وبتاع يبتدي يلبس ويبقى كويس بس هو جواه الراجل الغلبان الفقير اللي هو بيخش قلب كل واحد دايما الشخصيه دي محبوبه ومحببه لان يعني انا لما بلاقي واحد تعبان ومتضايق احبه جدا واعطف عليه في والكوميديا تطلع منه الشخصيه دي تطلع كوميديا يعني شخصيه الغلبان المطحون اللي مش فاهم حاجه في الدنيا وعمال الزمن يضربه بالاقلام وضحكني ده يبقى قدره غير عاديه يعني بصراحه فالريحاني لبس ده او عمل الشخصيه دي لان دي كانت النمط القديم بتاعنا الشخصيه الغلبانه التعبانه اللي مش عارفه تعيش في الحياه دي واحد باشا كان في باشوات في ملك وفي بتاع فكان لازم يعمل كده عشان يوصل لنا ما هيطلع شيك قوي وكويس قوي طب ما احنا كل اللي بيتفرجوا عليه بهوات وبشوات لان كان زمان المسرح هو كله ايه ما حدش يخش غير البهوات والبشوات طبقه معينه لو كان عمل ادوار متنوعه وروايات عديده انا كنت م... انا متاكد يعني انه كان هيعمل الوان اخرى وممكن يعمل آه الباشا ويبقى زيه زي سليمان بيه نجيب انما لم تتاح له الفرصه ان هو يعمل عمليه التنويع ده ولو ان الشخصيه الشعبيه وكان متفوق فيها الى ابعد الحدود يعني يعني سواء لما عمل الفيلم الثاني اللي اسمه سو عمر برضه عمل الاخ الغني الوريث ولبس البدل وعمل الشخصيتين برضه الساعي والغني يعني عمل الحاجتين بس الفرصة ما وططوش او عمره الله يرحمه ما ساعدوش انه يعمل اكتر من عمل علشان يثبت عكس النظرية دي النظرية الحقيقية ان الممثل ممثل في اي دور